بسم الله وعلى بركة الله، انطلاقة موفقة لجميع الجهات في الشوط الخامس للخيل العربية الأصل إنتاج محلي تكافؤ لمسافة 1200 متر. الصدارة هنا مشاهدة للتقدم من خلال مندوب وأيضا مخضرم النايف في المركز الأول والثاني. المركز الثالث مع نماس الشجاعة للمطوي وتقدم بقية الجياد نحو المنعطف قبل الأخير. إذن المركز الأول ما بين مندوب مع شهواني وأيضا محاولة من نوماس الشجاع في المركز الأول، مخضرم النايف مع السادة نايف ريسك في المركز الثاني، المركز الثالث مندوب رقم 9 مع السيد منصور الشهواني، المركز الرابع محاولة أيضا من ملهب المقدام مع المدرب هادي الرمزاني والمالك السيد عبد الله بن علي العطية والتوجه للجياد نحو المنعطف الأخير. هنا نماس الشجاع حتى الآن يتقدم على الجميع، مخضرم النايف في المركز الثاني مع ألبرتو سنة، المركز الثالث الآن محاولات قوي برقم 10 ملهب المقدام وبقية الجياد تحاول أيضا أشوس ضمن المقدمة، ولكن نماس الشجاع حتى الآن يتقدم على الجميع. مخضرم النايف محاولة لتقليص الفارق في هذا الشوط مع السيد السادة النايف ريسينج. إذا هنا مخضرم النايف إلى المراكز الأولى، ولكن نماس الشجاعة إلى المركز الأول واصل صدارة الشوط. إذا دخول ثنائي ما بين رقم 1 و2 على هذا الشوط كما شاهد. Official results for the fifth race of the evening. The winner, horse number 1, Nomas Al Shaja. And then triumphs at Hassan Bin Ali Al Matwi, ridden by Hugo Besnier. Second horse number 2, Magdim Al Naif, Omar Al Naif Racing, trained by Georgina Ward, ridden by Alberto Sana. Third horse number 10, Molheb Al Megdam, Amr Abdullah bin Ali bin Khalifa Latia, trained by Hadi Ramzani, ridden by Mateb Ali Al Mari. Fourth horse number 5, Jafal, owned and trained by Ibrahim Saino Malki, ridden by Sofian Sadi. And in fifth place, horse number 3, Aluga, owned by the Al Rakman Stud, trained by Dr. Fahad Lajri, ridden by Sheikh Abalushi.